حضرنا هذا اليوم افتتاح المعرض الشخصي لأحد كوادرنا التعليمية والتدريسية في المحافظة الأستاذ سامر، وسرنا ما شاهدناه من إبداعات ونتاجات رائعة. بالإضافة إلى ذلك حضرنا جانب من فعاليات النشاط المدرسي في قضاء سامراء، وطلعنا وأيضا سرنا ما شاهدناه من فعاليات استعدادا للمهرجانات المركزية التي تقام في مسابقات القطر قريبا جدا. بالإضافة إلى ذلك شرفنا بتكريم قسم الشؤون الفنية بدرع الإبداع. الحقيقة هذا الإبداع هو ليس نتيجة عمل المدير العام فقط، وإنما جميع الكوادر التربوية في المحافظة كان لها الدور الكبير في النهوض بواقع العملية التربوية في محافظة صلاح الدين. محافظة صلاح الدين لها دور مميز في كل المجالات الفنية، الرياضية، الثقافية، العلمية. بالإضافة إلى ذلك إن وقفة كبيرة ودور كبير في تأمين مدارس النازحين في محافظة السليمانية، حيث أعمل مسؤولا على ممثلية وزارة التربية في السليمانية، والآن لدينا 70 مدرسة تم افتتاحها وباشر الطلبة والتلاميذ في المدارس بالدوام بصورة مستمرة. بالإضافة إلى ذلك نحن بصدد تهيئة كافة المدارس التي تم تحريرها حاليا في المحافظة، وجادين في توفير كافة الكوادر التدريسية بالإضافة إلى المستلزمات التربوية لهذه المدارس. كل هذه الجهود هي لم تكن بشخص المدير العام فقط، وإنما بالتفاني والتضحية لكل الكوادر التربوية في محافظة صلاح الدين. تمنياتي أن تأخذ المديرية العامة للتربية صلاح الدين دورا أكبر ودعما أكبر من كافة الأوساط، من البرلمان ومن مجلس المحافظة ومن المحافظة، للنهوض بواقع العملية التربوية في محافظة صلاح الدين. وهذا ما عهدنا به أبنائنا الطلبة وكافة شرائح المجتمع في صلاح الدين، بأنه خلال استلام للمديرية العامة عهدنا علينا أن ننهض بواقع العملية التربوية في المحافظة وتطويرها إلى ما وجعلها من المحافظات التي يشار لها بالبنان. شكرا جزيلا لقناتكم لحضور هذا المهرجان. مزير سرحان ذياب، مدير عام تربية صلاح الدين. هذا المهرجان يندرج في إطار عودة محافظة صلاح الدين للمشاركة بالمهرجانات الوزارية والقطرية، بعد أن كان هناك توجيه من السيد مزهر سرحان الدياب والتداول مع مدير النشاط المدرسي حول مدى الإمكانية المشاركة، لا سيما وأن هناك 5 أقضية تحت سيطرة الحكومة. وتدارسنا هذا الموضوع وخرجنا بحصيلة أنه يجب على المديرية العامة للتربية صلاح الدين أن تشارك، وهذا أيضا جانب من التحدي للظرف القاهر والظرف العصيب الذي تمر به محافظتنا العزيزة. اليوم كان هناك مهرجان، استهل المهرجان بمعرض شخصي للفنان سامر، وهو أحد منتسبي النشاط المدرسي في قسم تربية سامراء. هذا الفنان هو خريج أكاديمية فنون جميلة ومتمكن، لذلك هي نهضة للفن التشكيلي في مديرية تربية صلاح الدين، لا سيما أن هناك أيضا فتح دورات تعليمية للمعلمين، المعلمين التربية الفنية ومدرسين التربية الفنية للنهوض بواقع الفن التشكيلي. أيضا هناك قصائد ضمن تحضيرات محافظة صلاح الدين، التربية صلاح الدين، للمشاركة بالمهرجان الوزاري الخطابي للخطابة والشعر، والذي سيقام في إحدى المحافظات. هذه الباكورة من الأعمال الفنية هي فاتحة خير لكي تشارك المديرية العامة للتربية صلاح الدين مع زميلاتها المحافظات المستقرين أمنيا لنتحدى بها كل من يريد أن يخرب الجمال وكل من يريد أن يخرب السلام والمحبة. علاء حسين ياس، مدير النشاط المدرسي في مديرية تربية صلاح الدين. استطعت أن أقوم بالمعرض التشكيلي الخاص الفني ضمن نشاطات النشاط المدرسي في قضاء سامراء تربية محافظة صلاح الدين، ولقد نال المعرض استحسان السيد المدير العام تربية صلاح الدين وبحضور الأستاذ علاء حسين مدير قسم النشاط المدرسي. فنان التشكيلي سامر عباس البدري.